رمضان كريم وتحية طيبة لكم مشاهدينا عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك بصيامك. مشاهدينا، ساعات الصوم الطويلة هي علاج لكثير من الأمراض، وأحد هذه الأمراض هي السمنة أو البدانة. كيف إذا كان موضوع الصوم مترافق مع نظام غذائي صحي وسليم؟ لنحكي عن آلية فقدان الوزن في شهر رمضان المبارك خلال ساعات الصوم الطويلة. خلينا نرحب بضيفتنا الدكتورة فداء محمود، وهي أخصائية تغذية. يسعد صباحك دكتورة ورمضان كريم. يسعد صباحك ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. أهلا وسهلا فيكي. أكيد دكتورة، مثل ما حكيت بمقدمتي، يعني اليوم كتير في دراسات طويلة عن أهمية الصوم لساعات طويلة في علاج الكثير من الأمراض. اليوم في أشخاص يعني كتير هني حابين يفقدوا وزنهم بشهر رمضان، شو بنحكي عن تأثير الصوم على فقدان الوزن؟ هلأ الصيام شغلة كتير مهمة، لدرجة أنه موجودة بكل الأديان، مو بس السماوية، الأديان كلها اللي موجودة على الأرض في طقوس صيام ولو اختلف شكلها موجودة. صيام الإسلامي فينا يعني قريب لأحسن أنواع الأنظمة الغذائية اللي دارجة هلأ، هو الصيام المتقطع اللي عم يعملوا عليه كتير دراسات. فهالصيام الإسلامي أو صيام رمضان خلينا نقول إنه هو قريب كتير من الصيام المتقطع، وقريب يعني هو صيام بالإضافة لأنه قريب من الصيام المتقطع هو صيام جاف، يعني بفترة الامتناع عن الأكل بيتم فيها الامتناع عن شرب الماء، عن السوائل جميعا. فالفكرة بالموضوع إنه أنا بكون تالف جسمي خلال 11 شهر، بشهر واحد ما رح كتير أقدر رمم الأغلاط اللي عاملتها بنظامي الغذائي. إذا كان واحد أخذ راحته كتير بحياته وبنظامه الغذائي، فأنا بحاول كون قدر الإمكان أعتبره لرمضان فرصة لحتى بلش فيه بنظام غذائي سوي، عود جسمي على نظام غذائي صحي، وحاول اتجنب كل العادات اللي سيئة او معظم العادات السيئة اللي كنت امشي عليها بغذائي بالفترة اللي قبل. نحن ابنائي اكثر العالم برمضان بيزيد وزنه، بدل ما ينقص وزنهم بيزيد وزنه، لانه بيعتبروه كرنفال للاكل. يعني فرصه كل الاكلات اللي واحد مشتهيها بده يعملها برمضان. بيضل كل الشهر شهرين قبل رمضان يحضر يفرز اكلات ومعجنات يحطها بالفريزر، بس بكره بده يعملها برمضان. فهلا الفكره بالموضوع انا انسى انه رمضان كرنفال للاكل والعزايم والاكل الدسم، اعتبره فرصه لي لحتى اصحح جسمي ونظفه وازيل السموم منه. البدانة مرض عصر، مثل لا هو من أمراض مقاومة الأنسولين مثل السكري والضغط، أمراض القلب، كتير عم يعانوا منه، نسبة كبيرة من السكان الأرض عم يعانوا منه، هو نتيجة الغلط بالنظام الغذائي المتبع والثورة الصناعية الغذائية اللي صارت، لأنه صار متاح أكل كتير بالسوق، أكل كلاته ما هو صحي بس ترويجي صحيح. فهلا نحن رمضان عندنا فرصه انه هلا نحن يمكن عالم عم تصوم 14 ساعه 16 ساعه حسب فتره السحور عم يختاروها. يعني انا كل ما طورت هاي الفتره لحتى اوصل مثلا 16 ساعه بصير بنظام صوم او نظام صحي صوم متقطع، انه خليها 16 ساعه، انه 8 ساعات باكل فيها بوقف 16 ساعه مقسمون يعني لثلاث مراحل. لا انا بخليني مرحلتين. هلا هو نظام الصوم المتقطع انه انا باكل 8 ساعات، فتره 8 ساعات باكل فيها، ال 16 ساعه بوقف فيها على الاكل. هاي 16 ساعة الفكرة فيها انه انا خلال الساعات الاولى من الصيام جسم ببلش يحرق ياخد طاقته من السكر الموجود بالدم. خلص السكر الموجود بالدم بده يروح على السكر اللي بيكون بشكل جلايكوجين موجود بالعضلات وبالكبد بيخلصه. عند 16 ساعة بيكون خلص كل مخزون الجلايكوجين او السكر الموجود بالعضلات وموجود بالكبد، بده يروح على الخلايا الدهنية ويحرق منها. فانا هذا بيسبب النحس، هذا بيسبب خلصت انا من الخلايا الدهنيه، او خليني اقول قلصت الخلايا الدهنيه بالاضافه لاني تخلصت من كثير من السموم اللي موجوده بالخلايا الدهنيه. لانه نحن الخلايا الدهنيه فينا نعتبرها مكتب لنفايات الجسم، كل السموم والمعادن الصغيره واللي انه بتتجمع بالخلايا الدهنيه. نعم. طيب حكيت حضرتك عن توزيع اوقات الطعام، اذا ننتقل هلا لنحكي عن نقطه كمان كثير مهمه، يعني ويمكن هي النقطه لسه الاهم، انه كميه الطعام، وجبات الطعام، شو لازم يعني يحتوي غذائنا او وجبه الافطار او وقت اللي نحن بدنا ناكل من طعام بيساعدنا فعلا انه نحن نكون عم نشبع وما عم يزيد وزننا. هلا الفكره اللي الاهم بالموضوع انه انا كل ما كانت سفرتي او وجبه الافطار بسيطه كل ما كان صحيه اكثر.
هاي الشغلة لازم نقتنع فيها. نحن بنخرب النظام الغذائي بالعادات السيئة. يعني هلأ وجبة الإفطار بالإضافة لأنه كتير بيكون زاخرة بالمقالي والمعجنات والأكلات الدسمة، الأكلات الدسمة، العصير كتير عندنا مهم، حلو رمضان كتير مهم، يعني الموالح، الأرجيلة، الكافيين اللي أنا انحرمته كل نهار بدي أعوضه ما بين الفطور والسحور. ممكن حتى في كتير عالم تفطر على الفنجان القهوة مع السيجارة. فهي العادات أنا كل ما حاولت أتجنبها أكتر كل ما كان الوضع عندي أسهل. إذا بدي أعطي أنا نموذج لفطور صحي وسليم، نعم، مثلا أنا لازم بلش بكاسة مي. في كتير عالم بتبلش بكاسة، بتبلش بتشرب مي كتير، بتقول إنه أنا بدي أعبي معدتي مي مشان ما أكل كتير. كاسة المي خليني أنا أخذ كاسة مي عادية وتكون حرارة تقريبا حرارة جسمي مشان ما تعمل إجهاد للمعدة، هي بدها تنزل على المعدة ما تعمل إجهاد فيها وهي فاضية. أخذت كاسة المي، ما نطلع من فكرة إنه أنا باكل تمر بدي أكل تمر كتير، لا بكتفي أنا إذا كانت تمر كبير كتير، حبة تمر كبيرة بأخذ تمرة واحدة، لأنه التمرة يعني التمرة الواحدة إذا كان حجمها منيح فيها في بين 30 إلى 50 سعرة جرام، بتكون في بين 70% سعرة حرارية. نعم. فبكتفي بتمرة واحدة. أخذتهم أنا بنطر هدول بعد ما أخذتهم أنا شي ربع ساعة. يعني لا هي جسمي انا وقت اللي فات اللي حبه التمر بالسكر اللي فيها صارت الجهاز الهضمي حس انه عطى اخذ اعاز انه انا بدي افرز العصارات الهضميه لانه بلشت عندي عمليه الهضم. هلا انا وقت اللي نزلت هي التمره واخذت وقت لحتى انه وصلت الرسائل لدماغي انه وجت الاشارات للجهاز الهضمي صار مستعد الهضم الجسم، نعم مستعد لاستقبال الوجبه الرئيسيه. ما بفوت على الوجبه الرئيسيه دغري باخذ زبده الشوربه المقدور عليه، زبدية شوربة تكون غنية بالخضرة أكثر وما تكون من الشوربات اللي منضف لها صوص كريمة أو بشاميل، الصافية الطبيعية اللي ما فيها شيء الطبيعية، أو ممكن شوربة عدس للي ما عنده مشاكل كلى. أخذت أنا أخذت طبق الشوربة دافي، في كمية منيحة بالسوائل، في معادن، في ألياف، كمان صارت تنزل عندي العصارات الهضمية على مهل، عم تهيئ الجهاز الهضمي يمشي يشتغل بالرياحه. بنطر انا نحن قاعدين عم السفره مع حديث هي ما بغري بروح فوت على الوجبه الرئيسيه اللي الله يستر شو حاطين فيها. ناخذ طبق ثاني، ناخذ طبق. هلا بيهمني انا على الوجبه الرئيسيه انه يكون في خضره منيح، يعني هلا حلو اللي بيقدر انه بعد اللي بياخذ طبق سلطه. انا هون بعد الشوربه ما بحب اقول شو لازم تاكل، شو جاي على بالي واحد ياكل ياكل، بس الشروط عندي بالاكل كيف لازم تكون، ككميه وكنوعيه. الكميه انا كيف بدي اتحكم فيها وقت الباكل، انا لازم كتير اكل على مهل. انا حطيت حكيت انا كيف بدي امشي، كيف بدي فوت على الفطور خطوات، نعم هيدا وقت اللي بمشي فيها انا بهي الرياحه جهازي الهضمي ما بيتعب عم يشتغل برياحته، العصارات الهضمي عم تشتغل عم تكون عم تنفرز كما يجب. الوقت اللي بيجي باكل انا بدي امضغ الاكل منيح، مضغ الاكل كتير ضروري لانه ليساعد جهاز الهضم انه عم بهيئه، يعني تقريبا شبه على مهل، يعني عم بهيئه عم بهيئ اللقمه تنزل انه ما كتير رح يعاني بتفكيكها بالمعده وبعدين بالامعاء. هي شغله. شغله ثانيه عم بعطي وقت لانه هلا الوقت اللي واحد المعده بتشبع بدها شي ربع ساعه رسائل لتوصل للدماغ، للدماغ صح، ولا يرجع يعطي اعاز للجهاز الهضمي انه انا شبعت خلاص. فانا وقت اللي بكون عم ببطئ حركه الاكل عندي انه عم بضغ منيح وعمهل بيصير عندي مجال، بيصير عنده الدماغ مجال يعطيها يقرا الرساله ويردها انه انا خلاص. ما بكون اخذت كميه كبيره من الطعام، فبكون انا بكون اخذت زياده عن اللي انا بحاجته. صحيح، باخذ حاجتي من الاكل. صحيح، ما بكون اخذت زياده عنها. فهي الفكره كتير كتير مهمه وقت اللي بدي بلش انا بوجبه الفطور. وقت اللي باكل انا بهالطريقه ما باخذ زياده عن اللي بدي اياه، ما بصير عندي عصر هضم لانه بصير عندي انه العصارات الهضميه انفرزت كافيه لحتى تهضم اللي تاكل. نعم. طيب اذا بدنا نحكي عن الاشخاص اللي عم يعانوا من البدانه، هدول لازم نقول لهم شو تاكلوا وشو ما تاكلوا. شو هي الأشياء أو الأكلات اللي لازم يمتنعوا عنها بخلال وجبة الأفطار الإفطار وأيضا السحور، وشو هي الأكلات اللي مسمح لهم يأكلوها؟ هلا نحن عنا عادات رمضانية كتيرة، نعم. يعني خلينا نقول مثلا العصائر، العصير كتير شغلة برمضان ضرورية في عالم إنه بعد كاس المي تشرب كاس العصير. كاس العصير
يعني خليني أقول إن رحنا باتجاه الطبيعي، نعم. قمر الدين ولا تمر هندي ولا جلاب ولا حرق سوس، الكاسه منهم خليني أقول إذا كانت 300 ملي بده يكون فيها شي 300 سعرة حرارية. هاي الكاسه أنا بدل ما أخذها وما رح تعطيني، ما رح ترويني ولا رح تغذيني، خليني استبدلها بقطعة فواكه فيني أمرقها بخلال فترة الإفطار ما بين الفطور والسحور. مثلا إنه المقالي لازم يمتنعوا عن المقالي، كل شيء فيه المعجنات لازم قد ما بيقدروا يمتنعوا عن المعجنات. نستبدل نحن دائما الكربوهيدرات اللي بدنا ناخذها نستبدلها بحبوب كامله، بمكسرات، بخضره، اللي تكون مصدر غني بالالياف، ما نعتمد على العجين. نعم. طب ننتقل لنقطة كتير كمان مهمة دكتورة، يعني في كتير من الأشخاص اللي هم صايمين وعم يعانوا من البدانة بيلغوا وجبة السحور ظنًا منهم أنه رح يحافظوا على رشاقتهم أو رح يساعدهم هذا الموضوع بأنه ينحفوا أو يخسروا كيلوات أكثر، قد هذا الكلام علمي ودقيق أو هو فعلًا ما هو صحيح خاطئ؟ هلأ السحور للي يعني ما هو ضروري، ما هو ضروري، اللي بيقدر ما يتسحر يعني الجسم البشري بيقدر يقاوم يضل بلا أكل 3 أيام. ما هو ضروري، بس طالما واحد عم ياخذ حاجاته الغذائية اللي بتكفيه على مدار ال 24 ساعة الباقية على وجبة الفطور أو ما بعدها مثلا هلا السحور، إنه سحور متأخر أنا عم بحكي لأنه نحن فينا فترة الفطور إلنا خليها تكون بين 6 ل 8 ساعات عم تكون، ما ضروري أنا أضل آكل فيهم لآخر 8 ساعات. هاي شغلة. شغلة تانية إنه كتير مهم أنا ما نام بعد وجبة الفطور وما نام بعد وجبة السحور، دائما يكون النوم عندي بعد الوجبة الرئيسية اللي بدي آكلها بساعتين. فهلا أنا بهي الطريقة وقت اللي بدي آخذ وجبة فطور بشكل نظامي، أخذت سناك بسيط بعدها مثلا مع فنجان القهوة، أخذت حبة فواكه بعدها بساعتين، بعدين أخذت مثلا كاسة لبن، ممكن تكون هاي الكاسة لبن أهجرت أنا بعض لوقت السحور، لوقت السحور مثلا قبل نهاية السحور بساعتين. أو الفكرة يعني كل واحد لازم يقرأ جسمه، هو بيعرف حاله أنا بقدر ضاين بسحور ولا ما بقدر ضاين. اللي بيجوع لازم يتسحر، اللي ما بيحس بحاجة للسحور ما لازم يتسحر، واللي بده يجوع وما بيقدروا يضاينوا هدول بيأخذوا كميات قليلة من الطعام بحيث فورا بس يعني يعطوا لحاله نوع من الطاقة تاني يوم. هلأ السحور كتير ضروري يكون بيروي وبيشبع لفترات لساعات طويلة بالنهار. يعني المفروض دائما بسحور نعتمد على الشغلات اللي فيها بعنصر البوتاسيوم. عنصر البوتاسيوم بيحمي من العطش، بيعطي ارتواء لفترات طويلة، يكون غني بالمعادن، المعادن كمان بتعطي، والألياف، الألياف ليش؟ لأنه حتى تملي المعدة وتضاين لأبعد وقت ممكن قبل الفطور. بغني بالبروتين، بروتين سهل بحيث انه البروتين بياخذ وقت لينهضم، المؤشر الجلايكيمي بيكون له بيكون غير السكريات اللي بتنصرف بسرعه وبتنحرق بسرعه وبدت تمنح شعور بالجوع بعد فترات قريبه. فالوجبة بروتين تكون بسيطة، مثلا فينا نقول وجبات السحور المثالية، كاسة لبن، وكتير مهم أنا أركز على نوعية اللبن لأنه ممكن لاقي بالسوق لبن مضاف له نشويات، نعم. هي النشا بتنصح ما بتنحي، صحيح. أنا وقت باخذ كاسة اللبن مثلا بيكون فيها خمائر كتير منيحة على الجهاز الهضمي، بتدعم لي فلورا المعدة. أو مثلا شو رأيك دكتورة إذا حطينا مع كاسة اللبن معلقتين شوفان قد هيدي كمان فيني حط مع كاسة اللبن، فيني حط اللي بحب برش ليمونة حامضة لأنه فيها بوتاسيوم منيح، أو بردقانة، أو موزة، أو معلقة بذور شيا، أو معلقة بذور كتان. هاي المادة الهرمية اللي بتصير بتضل بالمعدة بتضاين مدة طويلة، بالإضافة للمعادن اللي فيها، بالإضافة لمضادات الأكسدة، بالإضافة للبروتينات والأوميجا 3، بكون أنا حصلت على وجبة غنية بالبروتين، صحيح. غنية بالكالسيوم، بالبوتاسيوم، بالألياف، بالشبع، كل بالألياف، بالدهون الصحية. طبعا دكتورة رح نتابع حوارنا معك لكن رح نروح لاستطلاع لزميلتنا علا محمد. مشاهدينا منتابع استطلاع لزميلتنا علا محمد حول اتباع نظام غذائي معين خلال شهر رمضان للصائمين، دقائق ومنرجع. عم تتبعي نظام غذائي هذا الشهر؟ لا ابدا، يعني ما بتستغلي هذا الشهر لحتى تنزلي وزنك؟ حاجه بكفي بعد الفطور بناكل ما بقى بناكل حاجه، هذا نظام غذائي لحاله.
أنا بشكل عام يعني أنه غذائي بشكل عام هو صحي يعني. يعني ما بناكل شغلات كثير مثلا سكريات، معجنات، هدول كلهم مخففينهم يعني. يعني بتستغلي هذا الشهر لحتى تنزلي وزنك؟ لا أنا بشكل عام ما أنه واحد كل السنة بيجي بيخبص وبيجي بيقلب، المفروض أنه كل السنة يكون هو ضمن نظام معين يعني يتبع، هي أسلوب حياة لايف ستايل هو، ما أنه بيجي هالشهر وحد بده يجي يطبق القانون بصير صعب عليه. لا أحيانا إيه، مثلا أول شيء مثلا الشوربة، أول شيء كونه الواحد صايم أول شيء نشرب كاسين مي، بعدين مثلا بلش بالشوربة بنرتاح شي 5 دقايق 10 دقايق بعدين بنبلش بالأكل مشان ما نهضم معدتنا فورا أنا وأنت تعبة. والله هو لحاله بينزل من دون اي شيء لحاله بينزل. نعم بتتبعي نظام غذائي معين؟ لا هذا هو الشيء الادنى، هو البروتين، البيض، الخضار، السلطات فقط. يعني تستغلي هذا الشهر كمان لتنزلي وزنك؟ بتروحي بتلعبي رياضه؟ هو هيك شيء، نحن نزلنا اليوم رياضه يعني هلا الصيام هالفتره هيدي بده يكون موجود مثلا على الافطار الفتوش، هي اهم شيء، شوربات. دكتورة، خلال شهر رمضان المبارك في كتير أشخاص بيستغلوا هيدا الشهر لا يعني ينخفض وزنهم، فبيلجأوا لأنواع من الرياضات، في منهم بيمارسوها قبل الأفطار، في منهم بعد الأفطار. خلينا نحكي عن أفضل أنواع الرياضات وأفضل الأوقات لممارسة هذه الرياضات. أول شغلة لازم نعرف أنه نخلي رمضان فرصة للاستراحة من الرياضات العنيفة لحقين بعد رمضان. الرياضات العنيفة بتجهد العضل، ممكن تحطم العضل، تعرض الجسم للتجفاف، فخلينا نحن على التمارين اللي بتحافظ على اللياقة وبتأمن حرق جيد للجسم وبتضبط الاستقلاب. الرياضات في هلا الساعة الذهبية يمكن أغلبنا سمعان فيها للحرق، هي بتكون مثلا أنا فيني أعملها قبل الإفطار، قبل الإفطار بساعة بيكون السكر، يعني بتكون نسبة السكر بالجسم بمنسوبة الأدنى بالحد الأدنى، فالوقت اللي بده الجسم يبذل أي مجهود ولو بسيط فبده يعتمد فيه بالحرق على الخلايا الدهنية، فمشان هيك بنسميها الساعة الذهبية للحرق. هيدا فيني أنا أعملها قبل الفطور بساعة، نعم 45 بين الساعة ل 45 دقيقة بتكفي. وفيني أعمل أنا رياضة بس طبعا تكون تمارين بسيطة أو مشي سريع هرولة بعد الفطور بساعتين. الفطار نعم اثنيناتهم بيحققوا نتيجة كويسة. إذا اللجوء للرياضات العنيفة هو أمر غير محبب بالنسبة للصائم. بس بالنسبة للصائم لأنه بده يأثر على الكلى، يجهد الأعضاء الحيوية، كونه بيكون الجسم بحالة يعني استرخاء وخمول، بالإضافة لأنه بنخاف من التجفاف. نعم. طب دكتورة، في قاعدة ذهبية بتقول يعني سلسك لطعامك وسلسك لشرابك والسلس الآخر هو لهواءك، قد هي القاعدة علمية وصحيحة لينعم الجسم بصحة وأيضا يعني نشاط وحيوية؟ هلا التوازن بين السائل والصلب بالاكل كثير مهم. ليش؟ لحتى يضل في مساحه بالماده وقت اللي بدها تشتغل وجهاز الهضم يشتغل، يكون في فراغات لحتى يقدر يتحرك ويحقق العمليه الهضم المثاليه. فلذلك انا دائما بدي احاول مثل ما حكينا انه ناخذ الوجبه مثل ما حكيت قبل، انه بلش انا بالسائل بشكل خفيف بحيث انه انا ما مدد العصارات الهاضمه، واخذ الوجبه تكون غنيه بالخضره، يعني اعتمد فيها الوجبه اللي اخذتها ما تكون بس بروتين على الحل او كربوهيدرات على الحل، تكون غنيه بالالياف لحتى كمان تساعد بحركه الجهاز الهضمي كان حركه الامعاء لحتى تخلص من كل شيء فائض فيها. يعني بعد كل هذا الكلام دكتوره، بدنا مجموعه من النصائح للمشاهدين ما يتمكنوا خلال شهر رمضان المبارك من انه يحافظوا على رشاقتهم ولياقتهم البدنيه. بدل حلو رمضان، بدل الحلو خليني اخذ حبه فواكه. نعم. العصائر حاول قد ما فيني اتجنبها، اشرب مي، خليني اوزع شرب المي بين الفطور والسحور. الفكره اللي بدي اقولها انه الكليه بتقدر كل نص ساعه تشرب تفلتر كاس مي. نعم. فانا ما فيني اخذ المي كلها تدفعه وحده، نعم. برهق الكليه، بان وقت برهق الكليه بدي اثر على ضغط الدم. دكتوره كل نص ساعه او كل ساعه؟ هي كل نص ساعه بتفلتر، الا قدرت تفلتر بشكل بشكل طبيعي. نعم. تفلتر كاس مي. نعم. فانا خليني اخذ المي اللي بحتاجها على فترات متقطعه. مثلا هلا حاجه الجسم للمي كيف تجي؟ اذا واحد ما عنده يعني طبيعي ما عنده بذل مجهود اضافي او ما اكل وجبه كثير بتعطش فيها كثير توابل. نعم. ودسم.
في مثلا كل كيلوغرام بالجسم، كل 10 كيلوغرام بالجسم بحاجه لكاسه مي. فمثلا حدا وزنه 50 جرام بيشرب اليوم بده بحاجه لخمس كاسات. يعني فكره 8 كاسات وثلاث تبتوره وهي بتطلع منها. نعم. انا بشوف وزني 50 كيلو بدي خمس كاسات مي، خمس كاسات سوائل. انا عم باخذ شوربه، عم باخذ مثلا هلا نحن بوقت البردقان، موسم البردقان، في نسبة عصير منيح. صحيح. الفواكه رطبة، الشوربات رطبة، وكتر مي لأنه المي السائل الأنسب للجسم. نعم. مثل ما قلت قد ما بقدر اتجنب. هلا ما فيني أقول لهم أنا امتنعوا عن الحلو، بس بعرف حالي أنا اليوم بدي آكل اللي بيعانوا من البدانة. أنا بعرف حالي اليوم بدي آكل بطاطا حلو. نعم. بلا ما اكل على الفطور رز، بلا ما اكل معكرونه، بلا ما اكل حاول وازن، يعني بلا ما اكل خبز. نعم. بدي اخذ حصتي من الكربوهيدرات بقطعه الحلو. هي شغله ثانيه اللي بيعانوا من بدانه شديده. خلينا نعمل شوك كل اسبوع يومين للجسم انه يقطعوا الخبز فيه. مثلا في فطور وسحور، نظام الفطور ونظام لوجبه السحور كثير مثال، يعني بيطلعوا برمضان بالقليله بين الخمسه للعشره كيلو، بتفرق من كل جسم حسب كل جسم. مثلا يبلش الفطور بوجبه بروتين صرف، يعني اللي بيقدر على جاج على الحل مع خضره ورقيه تحديدا. نعم. ما بدي لا بطاطا لا جزر لا بندوره، خضره ورقيه تحديدا، سبانخ ملفوف، هي القصص، جرجير، بقدونس، خس، كرمب، اللي مثلا جاج، لحمه، سمك، اللي ما بيقدر بيض مسلوق لحد سبع بيضات ما لها مشكله. فهمت علي كيف؟ بنيجي على السحور، طبعا احنا بعد الفتره اللي بعدها بدنا نشرب مي بس بتوازن، يعني فترات متقطعه. نعم. بيجي على السحور مثلا موزه مع بردقانه، بخلطهم مع بعض، بحس مثل سموزي. يعني بدي اياهم كلياتهم مع اليافه. وجبه كثير غنيه وقيمه، غنيه بالبوتاسيوم اللي بتخليك تشعري بالشبع فعلا. البوتاسيوم اللي بده يشيل تحبيس السوائل الموجود بالجسم مع الاملاح الزائده. فهيدا النظام اذا كل اسبوع عملوه شي يومين ثلاثه ورا بعض بيحققوا نتيجه كثير مرضيه. نعم. شكرا لك الدكتوره فداء محمود اخصائيه التغذيه، شكرا على وجودك معنا، والشكر موصول لكم مشاهدينا. الى اللقاء في حلقات مقبله.